ها هي الميليشيات الشيعية التي تهاصف باصات مهجرية. مع استمرار تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بمنع تموضع إيران على الحدود الشمالية لإسرائيل والقلق الأمريكي من تزايد انتشار أذرع إيران في المنطقة، تتوالى الهجمات على مواقع الفصائل التابعة لطهران في سوريا بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن طيراناً مجهولاً استهدف مواقع للفصائل التابعة لإيران بمدينة البوكمال بريف دير الزور شرقي سوريا، وسط أنباء عن سقوط ضحايا في صفوف تلك الفصائل. وبحسب المرصد، فقد دوى انفجار عنيف في مدينة البوكمال بريف دير الزور قرب الحدود السورية العراقية ناجم عن استهداف طيران مجهول مواقع ومستودعات أسلحة تابعة للفصائل الإيرانية في تلك المنطقة، مشيرا إلى تصاعد أعمدة الدخان من المناطق المستهدفة بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة مجهولة في سماء المنطقة. يأتي هذا بعد يومين على قصف صاروخي إسرائيلي استهدف مواقع لقوات الحكومة السورية وأخرى للفصائل التابعة لإيران بريف حمص وسط البلاد، حيث وثق المرصد حدوث انفجارات في منطقة تتواجد فيها ثكنات عسكرية للقوات الحكومية جنوبية حمص، بالتزامن مع انفجارات أخرى بمطار شعيرات الذي تتواجد فيه مقرات للفصائل الإيرانية. هذا وتشهد مناطق نفوذ الفصائل التابعة لإيران في سوريا غارات للطيران الحربي الأمريكي والإسرائيلي، وذلك في إطار محاولات للحد من نفوذ طهران وتقليص أهدافها التوسعية في سوريا بحسب مراقبين.